المصري ونسمع منه القصه او الموضوع بدا ازاي. استاذ سيد مساء الخير. مساء النور يا فندم. استاذ سيد انا عاشق للتاريخ، احكي لي بقى انت رجل تاريخ، قول لي الموضوع يعني بتحكي لهم ايه او كان الدرس عن ايه بالظبط؟ والله حضرتك انا طالب الثالثه ثانوي بيبقى عندها ستريس او ضغط على مدار السنه كلها. فبيبقى عندهم ضغط. تمام. اتفضل يا استاذ سيد سامعينك. سنه الثوره العربيه بالنسبه لي كان هي طالعه من قصر عابدين، يعني احمد عرابي قائد الثوره هو قائد الثوره من عند قصر عابدين وبدات من عند قصر عابدين. فانا بحب افكر جوه شغلي، يعني بحدث من نفسي بمعنى اصح. ففكرت في الموضوع ان انا ايه قانونيه ان انا اروح قصر عابدين واخد الطلبه دي كلها هناك واشرح لهم الباب من جوه القصر ويتفرجوا على القصر ويشوفوا المكان اللي هو قامت من عنده الثوره زمان ده كان عامل ازاي. طب وبعدين الاجراءات مشيت فيها ازاي؟ خدت التصريح بسهوله. ده سؤال مهم. انا حضرتك رحت لرئيس الديوان بتاع القصر وقعدت معاه وشرحت له فكرتي. الراجل بصراحه رحب بيها جدا، قال لي بس احتاج اجيب لك موافقه امنيه عشان تخش بالعدد ده وعشان تتنسق. كانوا كام واحد معاك يا استاذ سيد؟ كان حوالي بتاع 800 طالب. 900 ما شاء الله. حلو قوي. فقدمت الدرس بتاع الثوره العربيه من داخل قصر عابدين. من داخل قصر عابدين. والتجربه كانت ايه؟ الولاد يعني حاسس كانوا حاسين بايه وانت بتشرح؟ لا كانت مبسوطه جدا، مكان بالنسبه لهم ما يروحوش في حياته غير ساعه المواجعه دي. فهي كان ليها صدى معايا بعد كده مع الطالب حلو، بطلب منه واجبات بيعملها، في امتحان بيذاكر، عنده حماس للشغل على مدار السنه بعد كده. ان انا عملت له حاجه في نص السنه زي ما تقول كده تفوقه شويه. حلو، احنا بنشكرك يا استاذ سيد. على فكره السيد انت ده النموذج اللي الدكتور طارق شوقي اتكلم فيه اللي هو المحاكاه، ان انا اقدر يعني ان انا احاكي الصوره بالواقع. احنا بنكرر شكرنا ليك يا استاذ سيد. وبنقول 800 طالب يا استاذ سيد. نماذج يا ابني عايز اشكره. استني بس. انا هشكره مش هقفل معاه. انا عايز اقول انه استاذ سيد حاجه لطيفه جدا منك انك تقوم بهذه المبادره. الموضوع يكون هادف، الموضوع يكون هادف بالنسبه لي. انا بس انا فعلا عايزه اسال سؤال، انه الطلبه اللي انت طول السنه بتعمل معاهم محاكاه مماثله او عملت جولات زي كده، انت حضرتك مدرس تاريخ فشايف ان الموضوع سهل عندك طلب مثلا ده؟ الموضوع بالنسبه لي كان محتاج اعداد كبير جدا. هو الموضوع بالنسبه لي كان محتاج اعداد كبير جدا، يعني عشان اعد موضوع زي دوت انا بعمله في نص السنه، بحس ان انا بخرج الطالب عن اطار الحصص طول السنه والضغط طول السنه، انا بخليه يشم نفسه شويه. فعشان اعمل كذا حاجه زي كده على مدار السنه انا بصراحه ما فكرتش. انا طلعت قصر عابدين وفي نفس التوقيت انا كان مهم عندي المكان يكون شبه مقفول عشان الدنيا ما تبقاش واسعه وخلاص. يبقى ليها شكل، يبقى ليها تنظيم. وانت السيد 800 طالب دول دفعوا كام عشان احنا معانا رئيس مصلحه الضرايب على الهواء دلوقتي؟ ده انا كده هتحاسب. عايزين نعمل واجب معاك يعني. بندفع ضرايبنا للدوله يا باشا. ربنا يقويك ويكثر من امثالك، بجد فكره جميله وهادفة، ويا ريت تتعمم في مصر كلها. الولاد لو خدوا درس تاريخ في المكان نفسه ده تفكير رائع، موضوع جميل وهيثبت العمر كله في دماغهم. وبنشكرك شكرا جزيلا، نموذج للمدرس المحترم استاذ سيد المصري. الدنيا بخير برضه. يعني انا على فكره احنا امبارح اختلفنا، انا معاكي ان وسائل الايضاح